حاضرة هي في بيوت كل الجزائريين. الشروق تي في تصنع الاستثناء أينما حلت وحيثما وجدت لتعزز وجودها هذه المرة في مدينة عامة، وبالتحديد مدينة عين الصفراء، عن طريق مقهى الشروق تي في الذي اختار صاحبه عبد اللطيف هذه التسمية تيمنا بنجاح القناة. معكم لويز عبد اللطيف، صاحب مقهى الشروق تي في، صاحب مقهى الشروق العين الصفراء. هذه القهوة هذه على سميناها قهوة الشروق، تيمنا بقناة الشروق تي في اللي شرفتنا، الله يبارك، شرفت الجزائر. أول قناة تبث مصداقية، تبث بجودة عالية. زبائن مقهى الشروق تي في هم بدورهم ثمنوا واستحسنوا هذه الفكرة التي كانت وليدة نجاح الشروق. أولا نباركوا لخونا لويس هذا المحل الموجود بما بحي الصمام بلدية العين الصفراء، والذي هو زيادة في الحي وأعطى صورة جديدة للحي، والذي سمي على بركة الله تيمنا بشروق تي في. ربما اختار هذا الاسم لما تقدمه جريدة قناة الشروق من خدمة. مقهى الشروق تي في إذن هو نجاح ومكسب آخر وتتويج لمجمع الشروق، خاصة بعد تتويج الشروق نيوز بأول قناة إخبارية تستعمل تقنية الـ HD في المغرب العربي. فشكرا لكل محبي الشروق.